واليوم وجبتنا حبايب قلبي، لازم بنات وشباب تنتبهون. اليوم وجبتنا علاجية وصحية، وتجي في السنة مرة، يعني الطبيعة ما تعطيها لك إلا في السنة مرة، واللي هي الكمأ أو الفقع. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن للفقع فائدة في أنه هو يشفي العين، والعين راح أنزل لكم طبعا الحديث، يقول الكمأ من المن، هو يشفي العين، والعين راح أنزل لكم طبعا الحديث، يقول الكمأ من المن، بذكر الحديث الآن بكتب لكم. زين، للرسول عليه الصلاة والسلام. العين كل أعضاء الجسم متصل فيها، في مستشفيات وفي دكاترة حول العالم عند الناس اللي تفهم طبعا، فيها تعالج جسمك من خلال عينك. فراعنة من 7000، أكثر من 7000 سنة بكثير، أوكي، كان عندهم علم اسمه، وأنا رحت درسته على فكرة، ودرسته في أمريكا، اسمه الإيريدولوجي، علم قزحية العين. تذكرون بعد صديقي سامر حبيب قلبي لما استضافته وشرح لكم أكثر عن هذا العلم. أنا درست هذا العلم، لكن أنا ما عندي الوقت إني أنا أطبقه أو أعالج فيه، لكن أنا أعرف من عيني وعين الشخص اللي قدامي وش فيه. ليه؟ لأن العين تبين لك وين الكبد، وين الكلى، وين القلب، وين الذرة كاملة من المعلومات. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماء الكمأ يعالج العين، يعني من هذا يقدر يروح للدماغ ويقدر يروح لسائر أنحاء الجسم، أوكي؟ وقلت لكم في ثقافات كثيرة تعالج الجسم من خلال العين، يعالجون العين، يحطون للعين أدوية يتعالج الجسم كله، لأن الكلى بالذات كمان متصلة في العين. الكبد، الشخص اللي تشوفون بياض عينه أصفر، يعني هذا عنده مشكلة في الكبد، كبده ما يفرز السموم، ما ينظف. فالعين هي المرآة. فاليوم وجبتنا هعلمكم في شيء اسمه سلو جوسر، أو الماكينة اللي تعصر العصير على البطيء. هذا فيكم تعصرون فيها ماي الكمأ، لأن الكمأ ممكن نص كيلو يطلع لك قد كذا ماي، وما في واجد ماي، عشان كذا هو ماء نادر، أوكي، من المن، والمن تأتي من عنده كلمات كثيرة باللغة العربية، وهو السائل المنوي، يعني هو أصل الحياة، أوكي. فالكمأ في من المن، يعني أصل الحياة. فشو هو، ليش الكمأ يحتوي على هذه القوة في العلاج، سواء أكلته أو سواء حتى اللي عندهم في، خليني أجلس، حتى اللي عندهم في الميكروبايوتيك نقص في فيتامين دي، تخيل، أو نقص في فيتامين دي، يأكلونهم فقع ويشربون ماي الفقع مدة 3 أشهر، من شهر إلى 3 أشهر، يتعالج نقص الفيتامين دي بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت يعني شو أقول لكم، بس نحن نتكلم عن الكمأ، الكمأ مو بهذا اللي في البلاستيك يحطونه لكم، لا، البري او الفقع البري، زين، او التشيتاكي في اليابان عندهم المجفف على الشمس. ليش؟ لان الكمأ او الفقع يطلع، هي بكتيريا، خلينا نسميها، خلينا نطلق عليها تسمية، ابسط لكم الموضوع، هي بكتيريا بخلية واحدة، يعني هي تكرر نفسها، هي تنسخ نفسها، عندها من القوة هذه البكتيريا. والكمأ أو الفقع هو حاجة بكتيريا حميدة، أوكي، دان وصلت المعلومة، هي بكتيريا حميدة تنسخ نفسها، مهما تكون عوامل الطبيعة قاسية هي تنولد وتكبر. طيب، من علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى، جعل فيه هذا السر في الكمأ أو الفقع، رايت، مو المشروم تبع السوبر ماركت، مشروم هذاك شيء ثاني، عدل؟ نرجع ونقول شنو اللي يخلي الفقع يمتاز بهذه القيمة الغذائية والعلاجية، لأن ما في شيء ما له سبب، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء من غير أسباب. قلنا أنه الخلية حقته متكاثرة رغما عن كل الظروف، يعني تلاقي مثلا هذا الفقع البري يطلع من الرمل، رمل، يعني تخيل رمل صحراء، يطلع شيء من عنده يعادل البروتين اللي فيه والمعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات، تعادل لحوم أنت مربيها وعضوي وأورجانيك بدبل. هذه واحدة. اثنين، المشروم أو الفقع أو الكمل مجفف على الشمس، في اللي يكون زي هذا اللي هو الفريش الطازج حقنا حق اليوم، وفي اللي مجفف على الشمس زي المشروم أو الفقع التشيتاكي، يعني حتى منظره مش حلو تلاقونه التشيتاكي،
إنزين، لكن مجفف على الشمس. دائما الفقع اللي مجفف على الشمس فايدته أعلى 100 مرة من الفقع الطازج. ليش؟ لأنه يستخلص الفيتامين دي ويستخلص كل المينرالز والفيتامينز اللي تجي من الطبيعة ويمتصها ويحتفظ فيها يجففها داخله. لما أنت تجي تنقع في ماي وتشرب مايته تحصل على كل الخلاصة اللي هو حصدها. أوكي؟ فللفقع أو للكمى أسرار. عشان كذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لك يشفي العين، العين وما وراها عن مشاكل في الدماغ مسؤول، تقدر تشفيها من خلال العين. يعني احنا في عندنا في 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 المعاهد اللي انا درست فيها، اللي عنده جلطة في الدماغ يحطون قطرات للعين من مواد طبيعية تروح الدماغ وتساعده. انه هو اللي عنده ذاكرة، اللي عنده نظر، اللي عنده مشكلة في الكلى، اللي عنده مشكلة في الكبد، بالآيروفيدا يعالجون الجسم من. فزي ما قلنا حبايب قلبي، الفقع أو الكمى هو بكتيريا طيبة حميدة تدخل جوا جسدك تأكل البكتيريا السيئة المسببة للأمراض. ده تعريف حلو. وإذا أنت البكتيريا السيئة من جسمك جيش طيب أو حي، زي البكتيريا الحية اللي البروبايوتيك البريبايوتيك غذاء البكتيريا، اللي هو الفقع اللي هو أقوى أنواع البكتيريا. الفقع أقوى أنواع البكتيريا الحية، الجيش اللي هو يدافع عنك. لو هذا الجيش أكل البكتيريا السيئة، حتى الفيروسات اللي داخل الجسم والطفيليات بيكون عندها مشكلة إنها تعيش. ليش؟ لأن المساعدين حقونا المساعدين قاعدين يموتون. عشان كذا الأمراض تتعالج بالأساس في هذه الأمور، في هو وجود البكتيريا الحية. شوف إيه كفاية مامي، اتفقنا؟ إذن الموضوع علمي بحت، لكن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان موفر علينا هذا الجهد والوقت والتفكير واختصرها. قال اعصر، خذ قطرات من ماي الكمى واغسل في عينك وقطرة في عينك. لازم نلف اللفة دي كلها وندرس الدراسات دي كلها ونسافر كل العالم عشان نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام حق ولا ينطق عن الهوى. عشان كذا انا كل شيء تعلمته ارجعه للطب النبوي او طب آل البيت الكرام، آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تعلموا من أبوهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جدهم. فبهالحالة أنا جايب العلم من أصلا، فأي شيء أرجعه في أي علوم درستها ألاقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام متكلم فيه. والأحاديث للناس المستهزئة، وفي كثير مستهزئين، الأحاديث اللي ما فيها سياسة، فالأحاديث اللي ما فيها سياسة عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تقول لك اهتم في جسدك والطب والعلاج، هذه أحاديث غير قابلة للتأويل، لأن ما في وراها سياسة، ما في وراها حكم زي ما في أحاديث ثانية في ناس مسيستها وكذا. فهذه الأحاديث حلو الواحد يأخذها ويدرسها ويتمعن فيها ويشوف من وراها نتائج عجيبة. يعني احنا كنت في الهند في لما كنت ادرس الايرفيدا، اللي متابعيني من زمان يعرفون انا رحت الهند. اوكي، كان يوميا يحطون لنا سمن الجي الاورجانيك العضوي، السمن يحطونه لنا في العين مده نص ساعه، يفتحون عيننا بعجين، عجينه الدقيق، يفتحونها يخلونها مفتوحه ويحطون لنا سمن مذوب. تخيلوا ليه؟ لانه الثقافه الايرفيديه او العلم الايرفيديك اللي هو طب معترف فيه عالميا يعالج الجسم من خلال العين. فالجسم كله مرتبط في بعضه، انا ممكن اعالجك من خلال لسانك، ممكن اعالجك من خلال انفك، الصينيين يعالجونك من خلال اذنك، ابر صينيه لاذنك جسمك يشفى، ممكن من خلال كف يدك، من خلال كف رجولك، من خلال الكلى، من خلال الكبد، الجسم كله متصل في بعضه. يعني لا يفقدونك الأمل، يعني إذا راح عضو ترى فيك توصل للعضو من مكان ثاني تعالجه. فاليوم وجبتنا الفقع. الفقع شنو المهم فيه؟ هو السمن، هذيل الحاجتين، والخميرة. إذا بتسوون خميرة للدقيق، أوكي، الخميرة الطبيعية أنا أتكلم اللي تأخذ 3 أيام، هذه لازم وانتوا تطبخونهم أو تجهزونهم تفتحون قرآن أو ذكر أو شيء في ذكر الله جميل.
ليش؟ لأنه هم خلايا حية ومخلوقات حية تتأثر. فالبكتيريا الحية اللي هي بالخميرة، اللبن، الفقع، السمن، هذيل الأربع أشياء لما تخمرونهم أو لما تحطون السمن على النار، زين، هذيل يحتاجون ترددات أثناء طبخهم أو أثناء تخميرهم، يحتاجون العجين نفس الخميرة يحتاجون ترددات ما تأثر على المستوى البوزيتيف أو التردد اللي يطلق البكتيريا علشان يشفيك. ولا تسولفون سالفة بيه بزينة وانتو تطبخونهم وانت تسوين عجين دقيق خبز، معنا احنا نجيب يعني الناس اغلبها من الخبازين، ويلا وانتو تخيل عاد الخباز ولا الفرن ولا العمال ولا حياتهم المساكين شو تردداتهم تطلق مع العجين. فانت تاخذ هذه الترددات رسمي، لان الخميرة والخبز يمتص زي الماي، شلون الماي لما تقرا عليه يمتص، نفس الشيء الفقع والسمن. لما تسوون السمن شغلوا قرآن، وإذا نفسيتكم مش جاهزة إنكم تسوون هالشيء لا تسوونه، لأنه يطبع يعمل كوبي. فإحنا مشغلين إن شاء الله قرآن، راح نطول على صوت القرآن وراح أقول لكم المكونات حق طبخة اليوم اللي هي المهم فيها الفقع، يعني خلوا كمية الفقع أكثر، كمية اللحمة أقل، وبسوي معاه أنا رز وشوية مكسرات وكذا، وجبة واحدة لكن تسوى بوفيه كامل. طيب نتكل على الله. هذا الفقع اللي عندنا، اوكي، هذا فقع سوري غسلناه مليون غسلة وجبنا فرشة برش ونظفناه لحد ما تأكدنا انه ما في رمل. انا ما احب اشيل، ما احب اقشر الفقع لانه هو فايدته في قشرة، ما احب اشيله، اصبر عليه لين غسله كلش. والحين ابي اقطعه صغار واريكم الطريقة. الان انا هذا الفقع عندي باخذه، غسلت يدي مرة كويس، سميت بسم الله، عطيت طاقة حب وتشافي استخلصها وأخذها من ربي سبحانه وتعالى، من سماء ربي تنزل على كل خلية من خلايا جسدي وتنتقل إلى هذه النبتة، خلي نقول اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكد عليها وقال إن هي ماء الحياة، أوكي، وإن شاء الله أي حد يأكلها لو كان حتى قط قطو من الشارع يستفيد منها، لو حتى ميتها اللي غسلناها إن شاء الله يستفيد منها كل المخلوقات الأخرى بإذن الله تعالى. فأبتدي الآن أقطعها، أعمل كالآتي، ديري نظيفة، هذه ما يتلبس لها جلوبز، لازم طاقتكم شوي أكثر منها، لازم طاقتكم تكون طاقة يدكم في لمس وغسيل الفقع، ما تلبسون جلوبز، ما تعملون حاجز يحجز ما بينكم وما بين الفقع، ارموا طاقتكم، خليك او خليك طاقتك طاقة تشافي، طاقة ام، طاقة محبة، طاقة ثراء، هذه حاجة تستجيب حتى لو تنوون ان بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ان انا انوي ممكن يكون هذا الفقع طاقته طاقة خير ورزق علي، يصير. اوكي، ليش دائما يقول لك البيت اللي شلون البيت اللي ما في جياع اهله، يا رب الحين بذكر لكم الحديث، يعني ايش دخل جياع اهله في ان مكون ينفقد من البيت، اوكي. فالحين بس بجيب لكم الحديث، في اشياء تجيب الرزق، ايه الخل يجيب الرزق، يجيب طاقة الثراء للبيت، لانه يطرد، هو مش يجيب، ويطرد المانع، هو which is اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، البيت الذي لا يوجد فيه تمر جياع أهله. ولا تنسون التمر من الأشياء اللي تخمر، أوكي، يعني يصير خل، أوكي، فهو يحتوي على نفس المبدأ حق إيش، حق موضوع البكتيريا الحية في حال خمرته. ففي أشياء جالبة للرزق، أيوة، ليش؟ لأنها تطرد السلبي، تطرد الهيئات الروحانية اللي مش كويسة، بس ما نبي نركز على هالأمور، هذا شوية فيه أشيله، زين، ما نبي نركز على هالأمور وتكون هي أساسية، لا، نبي نركز شلون إحنا نقوى ويصير ما في، وهذا اللي راح يكون موضوعنا إن شاء الله بكرة. بكرة بنات وشباب ضروري كلكم تحضرون
بث بكرة مرة مهم من قلبي ربي بكرة، معلومات جديدة عليكم حيل ومهمة جدا بخصوص الهيئات الروحانية أو ما يسمى الجن أو ما يسمى قرين أو ما يسمى الأمور هذه، كيف طريقة التعامل معها وشنو أهمها وإشي كثيرة بكرة إن شاء الله. فالآن أنا فرمت الفقع فرمت، بعد بوريكم المكونات حق هذه الأكلة. مكوناتنا حبايبي بصل، أوكي، لحمة شوي مش كثير، جزر مبروش، وتوابل هيل، كمون، توابل مشكلة، فلفل، جزر مبروش، زنجبيل، وتوابلكم اللي انتو تحبونها. وانا جبت سمن عربي حلو مع الفقع، زيت زيتون اورجانيك، وكل شيء عندي اورجانيك، لحمتي اورجانيك، البصل، الجزر، كل شيء، توابلي، انا كل شيء بالنسبة لي اورجانيك، والفقع اصلا هو اورجانيك، وهو ما يتدخل الحمد لله بصناعة بشر، عشان كذي في فايدة، لو البشر يتدخل فيه يصير سم. هذه مكوناتنا. طب تعرفون شنو ودي افضفض؟ شنو شيء كذا احس بخاطري؟ ان المفروض هذا شهر فضيل اسمه، شهر جوع او صيام، صوم، محبة، اغلب اللي يقدمون طبخات كلها تخاطب الغريزة. يعني اتمنى من كل اللي يقدم طبخات في رمضان، اي حد شيف طباخ مشهور، اي انسان عادي، وانت تعمل الطبخة شوف مكوناتها وادخل ابحث فايدة المكونات على المستوى العلمي والطاقي الديني. فيد الناس ما كثير، بس يصير اللعب على الغريزة، حلويات، لحوم، مع خلينا نطلع نقدم شيء أمام الله، لما نوقف يكون عندنا وجه شوي، يعني إنها والله يا ربي والله سويت، أنا أغني، أنا أرقص، أنا بس والله أثناء ما أنا أسوي كذا رميت لي معلومة، أثناء ما أنا أسوي كذا ساعدت لي يعني كذا. يعني أتمنى والله، يعني أتمنى ما يكون موضوع غريزي، ما إحنا حيوانات، يعني يكون موضوع كله غرائزي. يعني سناب شات، الانستغرام عبارة عن مطعم ومول، مطعم أوفر. الآن هذا اللوز حمرته في الزبدة، شوفوا بنات اللوز ما يتحمر في الزيت، يعني إذا حمرتوا اللوز في الزيت أبشع طعم يطلع، يعني خذوا حذركم إنكم تحرقونه. وهذا البصل حطيت له شوية ماي وشوية ملح قبل أحط الزيت، ليش؟ عشان أخليه يرمي مايته زين، بعد كذا لما يرمي مايته يبتدي ينشف، لأحط له السمن والزبدة وزيت الزيتون علشان أبتدي أسوي الدنيا اللي عندي. معي في المكونات للرز شعيرية حمرتها في الزبدة، بيبو حمرتها لي، معانا زبيب، والزبيب طاقة علاجية، وكمان في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عن الزبيب. معانا زنجبيل، كأس كان مذاقها زنجبيلة، مذكور في من ضمن الأشياء اللي تعمل أنتي أيجينج وتعمل تجديد خلايا الزنجبيل. معانا الجزر، معانا التوابل، معانا البازلاء، أنا أحب دائما أستخدمها، ليش؟ لأنها فيها بروتين نباتي نظيف. ومعانا اللحمة حقتنا، وبسم الله. الآن أبي أحط الزنجبيل بعد ما حطينا البصل، كمية ما بحط كثير زنجبيل لأن المرمر، كمية نص هذه الملعقة، ترى تشوفون الشيء في التصوير كبير، it's not okay. مع البصل بحط التوابل قبل الزيت، لسن هذه قرفة، قطرة قرفة مش كثير، هذه جوزة الطيب أو الكبابة شيء بسيط، هذه كمون كمية، أنا أحب الكمون في الأكل، أول شيء هو علاجي، واثنين
يعطي طعم، بس للي يعرف يطبخه. زين حطيت كميه كمون، بحط هذه كزبره مطحونه كمان شويه كميه راقيه، بحط كركم، هذه كلها عضوي وكلها اشياء علاجيه. يعني احنا الان مفروض اللي ياكل هذه الوجبه يذكر الله ويصلى على النبي قد ما راح تكون اموره طيبه. الله هي المطحونه مالتي لو لاحظتها، وانا حتى الاشياء قاعده اجيبها الوان تخاطب المقامات، تخاطب الشاكرا، الحاجات اللي يكون فيها كولورز. شوفوا على اساس ايش اعطي البهجه للمطبخ، اعطي البهجه للطبخه. اعطيني مامي هالمطحون حبيبه قلبي، الحين بوريكم نحنا شكل ال يس مرسي. لا هي كثير الحين بوريكم نحنا شكل ال يس مرسي. لا هي كثير. شو مامي؟ هيك تدوي؟ راح. والان حمرت البصل اهو، حطيت فلفل اخر شيء، فلفل حار. اوكي ابتدي البصل لما يتحمر كلش، يعني مو لي بعد ما ذبل ورمى مايته. حطيت سمن، حطيت زيت زيتون، اعطيني زيت زيتون بزيد زياده، اعطيني الجزر. قلنا الجزر يعتبر من التوابل عند الشيفية. بعد الجزر مامي وحمر بعد الجزر عشان اعطي النكهة. حط الان، لا اعتقد كفاية بازيلا. البازيلا والجزر واخليهم يحمسون مع البصل والبهارات، ياخذون وقتهم شوي لين يتجانسون مع بعض. مامي وين الغطا تبع هذه القلايه؟ سيو. الان انا حطيت الفقع، حطيت شويه زيت زيتون وبحمر الفقع بروحه. الفقع ما يتحمل حمرونه مع شيء ثاني، ما ابي يتكسر، ما ابي يفقد قوامه. فنفس القلاية حمرونه مع شيء ثاني، ما ابي يتكسر، ما ابي يفقد قوامه. فنفس القلاية بعد ما حمره اوريكم نكست. بعد ما حمره اوريكم نكست. الان بعد ما حمسنا شو اسمه الفقع، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي مكعب ماجي اورجانيك احطه فوقه عشان راح احط له شويه ماي عشان اخذ الخلاصه حقهم كلهم، اجانسهم في البخار والماي. عندي الزبيب، تذكرون قلت لكم ابي احط له الزبيب او الكشمش على اساس ازيد من القيمه الغذائيه. اي شيء متجفف على الشمس مش في ماكينه، عشان كذا نجيب الاشياء اورجانيك. اي شيء متجفف طبيعي عضوي على الشمس، لو تنشفونه على سطوح في البلكون في الحديقه فهو يعطيك طاقه حيويه عاليه، يمتصها من الشمس ويعطيها لك، فهو كثير مهم للتشافي. الان انا جبت الفقع واجيب اللي حمرتهم بروحهم، البازيلا مع الجزر مع البصل، واخلطهم مع بعض. كون اوريدي سلكت الرز، رز ابيض سلكته مع مكعب ماجي اورجانيك وشويه هيل صاحي وعود قرفه ومسمار. اوريدي سلكت العيش، رز ابيض عدل وصفيته، سلكته ثلاث ارباع سلقه. الان بمكس الخليط زين وبخليه يتجانس، بحط له قطورة ماي بس للبخار. بعد كذا اخلطه مع العيش، يعني اسوي زي مقلوبة فقع بطريقتي عدل. تمام الان بعد ما جهزنا كل شيء، حطينا شوية زيت زيتون في ارضية القدر، وراح احط
قطرة من الرز أو العيش مع الشعرية اللي قلت لكم طبخناه بروحه، شيء قليل بس أبي بس أرضية. أوكي الآن أعطيني اللوز واللحمة بابو. أو لا لحظة، هلا أي لوز واللحمة، حطي اللوز. إيه نشري في كل مكان. أعطيني اللحمة، لحمة كمان إحنا حمرناها لحالها، قلت لكم لأن الفقع ما يتحمل إنه يتحمر مع شيء أو ينحمس مع شيء، حمسناها بروحها. هاتي طيلي اللحمة نفس الشيء. ميرسي بوكو. عفوا. أوكي الحين أعطيني الفقع. أيوه حطي، هذا فقعنا صار مع الخضار والأشياء اللي حطيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ممكن، لا ممكن، لا مامي شيل من عنده أصلا واجد. أوكي يا سوري أنا ضايعة من غيرك والله. هو واصل ياسر حبيبي أنت، ياسر عشانكم اليوم. هاتي الرز حطي لي ياكل. جبت التورتة وفرحانة ومبسوط. إيه وقاعد دشدشت مني. أحلف واحدة جديدة تاني. أحلف أقسم بالله كل ده عشان برج الحوت. كل ده ما أنا ما قلت لهم شنو المفاجأة. اهدأ يلا حطي. نحط الرز ننثره بشكل كويس. يا جماعة أنا كان فايتني كتير. اه والله والله فايتني. اوبا بقى بص بقى الرز بالشعرية بقى الجميل ده. الله والبسلة مع الكمة. ده الفقع؟ اه ده الكمة البري بقى. اللي هو عبارة عن ايه الفقع ده بقى؟ في السنة. اللي هو لا زي الكافيار يعني الأشياء الغالية. الله الله كافيار حيواني. لا ده نباتي. كافيار نباتي؟ كمان؟ ده قشطة جدا. يا بالك كتير قوي ما كانش الرز بالشعريه بالبتاع ده والحاجات دي. يا سلام تسلم ايدك يا شموسه. صحه وهنا. كلميني على الفجع بقى. بص احنا عندنا اتكلمت عنا محاضره كامله من محضر. اه طيب محاضر بس انه انا زعلانه. ايه ليه؟ انه ما اكلت. شو هو؟ هذا انت ما اكلت الفجع ايش؟ بكره اجيب سويه صوص. مش حيوان هذا، مش حيوان. طيب مش حيوان ده نبات ممكن تاكلي. ده تقدري تاكلي عشان ما اكلت ريحه. ده واخدني الصبح على لوبيا حمراء. تقدري تاكلي ماما؟ اه لا عادي. هو مش دجاج ولا لحم ولا شيء زبده. اه لا اجيب لي. انا من رايي دايما تظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه. واللي انت بتعملي ده يعني ما شاء الله. انا جيت غيرت بعد البنت الشغاله. اه يعني ما انت ما 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 استوعب ما استوعب. انا الشغله انا ما اشتغلها بيدي، ولما انا اشتغلها مهما تكون بسيطه تختلف شكلا ومضمونا وطاقه وكل شيء. يعني انا الناس اللي تخدم عندي كثير مريحتهم. بس انت ليكي تاتش مختلف كده يا شموسة. بس في خلاص انت شخص عايش معاي سنين مفروض تعلمت. فاهم؟ اتعلم ايه؟ اتعلم التاتش ده؟ اي شخص يعيش مع شخص ايه يتعلم التاتش ويصير يطبقه يعني. اه يعني يكون عنده ذوق ما يكونش أعرف عنده بتاع. اعرف ناس وظيفته يجي في كان. اوكي ام الفلاش اللي مشغله على ام عيني. كلمينا بقى يعني كل الستات بيبقى عندها ذوق في ترتيب يعني المائده زي ما بنقول كده. دي المرأة اللي عندها ذوق في ترتيب المائدة، المرأة اللي هي هرموناتها الأنثوية مضبوطة رسمي. المرأة اللي ما تهتم بترتيب الطاولة إن شاء الله صينية. يعني مو ضروري يكون والله أنا غني ولازم عندي جاردن وعندي فرزاتشي زي اللي احنا حاطينا سعره مئات الآلاف. لا ممكن صينية صينية عشان صينية شيء بسيط. لكن وهي حاطة أنا أشوف على الانستغرام مرات ناس بسيطة تكون مرة بسيطة من بيئة بسيطة لكن محلاها ومرتبها في حطة السفرة. أشوف كذا شفت بصراحة انتبهت على السوريات.
عندهم هذا الذوق بترتيب السفرة. انتبهت على الكرديات في العراق، اللي بغداد شفت عندهم ذوق انه حتى تجيب صينية بس تحب تلونها وتحط لها وردة او شغلة او حاجة. اللبنانيين مشهورين في هذا الشيء. اللي انتبهت ممكن في المغاربة الفلسطينيين، ممكن في يعني في الخليج اكيد يعني عندنا ناس. ترتيب السفرة يرجع لهرمونات الأنوثة عند المرأة. كل ما كانت هرموناتها مضبوطة، كل ما سفرتها جميلة تمثلها. نرجع للقصة هذه، لازم أقولها لهم خلي يستفيدون منها الشباب والبنات. في أوروبا في كان في الصيف يتسابق لأنه يعتبر مصيف الأثرياء، كان سان تروبي، موناكو، سردينيا، بيزا، هذه الجزر يعني اللي في جزر الريفيرا يسمونها الريفيرا الفرنسية، عدل؟ فالأثرياء عندهم يخوت، يعني ممكن يوصل سعر اليخت نص مليار. فالأثرياء من العوائل الكبيرة أو الشيوخ أو الأمراء أو الناس اللي عندهم ثروات، الروس، الأجانب، حتى اللبنانيين يعني في منهم أعرفهم. قبل ما يروحون كان يشوفون منو الويتر، الباتلر، يسمى الباتلر اللي هو الخادم اللي راح يخدم في فترة وجودهم في الصيف. تخيل انت السيفيات، السي في اللي هو ملف التوظيف حق الباتلرز في هذه الثلاث اشهر يوصل انه هو ياخذ راتب لا يقل عن 150 الف دولار في الشهر. ليش؟ عشان هذا الباتلر، هذا الخادم كان يشتغل لتسي في قصر الملكة اليزابيث في السي في ماله. كان يشتغل في الاليزي، كان يشتغل مثلا عند الامير الفلاني، كان مثلا عند الوليد بن طلال، كان فهذا لما يجي اول شيء يصحونك مهما تكون ماركة، لان الناس اللي عندها صحون تحب الاشياء البراند، زي انا احب المطبخ تكون كل شيء براند. هو يحافظ ان الخدم لما يشتغلون ما يكسرون حاجة، يلمعونهم، يحافظ انهم يعيشون اطول عمر ممكن. شغلة ثانية، يعرف نظامك الغذائي، يقوم يوصي الشيف شنو يسوي لك، يعرف نظام الضيوف اللي جايين، ما يعني ما في عنده غلطة. هذا ما ممكن يصير زي شمس واقف وشايل هم كل شيء، لأن ما في حد مثل هذا يساعدي. كان عندي واحد لما كنت with my ex، يعني مع زوجي، مع طليقي الله يمسيه بالخير، كان عندنا واحد اللي كان عندنا كان إيطالي، كان رغاي واجد، يعني زعال واجد ورغاي واجد، لكن كنت مرتاحة. ليه؟ بس هو غالي، راتبه غالي. ما يجيني صيف، لا يجي السنة كلها يعني موجود عندنا. فللناس هذه رسالة، الموضوع جب يعني، شكرا على سؤالك. للناس اللي تستهين في وظيفة الشيء، يعني ممكن انت تشوفه تقول ويه اسمه خادم. حبيبي انت تشتغل 10 سنين ما تجيب راتبه. إذا الإنسان اشتغل بحب وطور من نفسه، وظيفة خادم ياخذ 150 ألف دولار في الشهر. يحجزونه قبل بسنتين ثلاث، يتخانقون عليه الأثرياء حول العالم إن هذا يجي يخدم عندنا في قصرنا أو في يختنا أو في سفرتنا أو في بيتنا. أو تخيلوا يعني يمكن يوصل ياخذ نص مليون دولار، سوري 150 ألف، نص مليون ريال، نص مليون درهم. أوكي، في منهم 50 ألف، في 100 ألف، وفي 150 ألف، بس مش أقل. تخيل أنت دارس 2000 سنة وتكرب صبح وليل، راتبك ما يجي 20%، 10% من راتبه، يمكن حتى أقل. فممكن ناس تستهين هذا خادم. ففكر الوظيفة، هي النصيحة اللي من وراها وشو؟ أن أي وظيفة، أي خدمة قاعدة تأديها، لو أديتها بحب راح ترتقي فيها. والابداع، مو الابداع، وشنو اديتها بحب. تصير ما ترضى تحط الوردة اي كلام، ما ترضى تحط الصحن اي كلام، ما ترضى تغسل اي، ما ترضى ترتب اي. راح ينتبه لك راعي المكان، راح ينتبه لك راعي الوظيفة، راح ينتبه لك المدير، راح ينتبه لك. ترتقي خادم ب 150 الف دولار، بنص مليون ريال راتبه الشهري. وفي عوائل موجودة في الكويت وفي السعودية وفي الامارات خدمهم، هذه رواتبهم اللي يجون مع سي في، هذيل اللي يجون اسماء
اللي يسمونه باتلر يعني كبير الخدم. فجبناها على هذا، فأنا كبيرة خدم في البيت أنا طبعا. الآن مقلوبة الفقر خاصة فيني مع اللحمة والزبيب والسنوب سنوبر اللوز وكذا والبازيلا. يارب تنجح الخطوة، أعتقد لازم ياخذ وقت. لا وبتخبط عليه بس وتعمل فوق. هزي بقى. أيوة الحشان جالس الخبير الشيف. ارفع يا بطل. اوبا 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 اوبا. واو ما صارت كيكة بس it's okay. اوبا 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 اوبا. واو ما صارت كيكة بس it's okay. بس يعني احلى من بس الريحة شنو؟ ريحة انتحار. لا 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 جامدة قوي جايز. الريحة انتحار ده باللوز والحركات. لا اله الا الله يجنن يا رب. ان شاء الله يريد كل فانزي معاي يا رب ان شاء الله. نفسي كذا اسوي لهم سفرة اخذهم كلهم. قريب 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 هنعمل كده في كذا دولة ان شاء الله. صحة وعافية ان شاء الله. فطور مبارك على الجميع ان شاء الله يا رب وصحة وعافية. وهذه اكلتنا، انا لسه صليت وكذا. شوفوا الفقع المقطر او الكمة المقطر او عصير الكمة هذا. طبعا هذه الشركة ما تبيع everywhere، شركة يهودية. اوكي فشوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يتكلم علمي كله مالكم خاص فينا اللي يتكلم عن فوائد الفقع. شوفوا اليهود عصرينه ويبيعونه، حطيت اللسان اول ما افطر او اول ما اصحى لما في رمضان. لي سنه انا الان اخذ الفقع المقطر تحت اللسان مرتين الى ثلاثه في اليوم، يعيد الطاقه الحيويه للجسم كامل. فيلا اليوم مطبوخ طعم يا ربي احطه هنا. ديت كل فانزي معي مو طبيعي والله العظيم. انا اوسكار. شمندر طماطم خيار وخس سلطه بعشرة مليار. هذا الرز مع الزبيب مع اللحم، هذا الفقع مع اللوز. هذه اكلتنا، شو رايكم؟